نشرة الأخبار من اي تي في العدالة، أهلا بكم. أهلا بكم. زيادة ملحوظة ومعدلات قياسية سجلها فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الجاري، حيث اقتحم الفيروس أخيرا معدلات غير مسبوقة على مستوى أعداد الإصابات اليومية والوفيات ونسبة إشغال الأسرة في أجنحة كورونا والعنايات المركزة. ووسط ذلك يتخوف البعض من تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأعداد المتزايدة، رغم تأكيد الحكومة أمس على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي، أكد الحرص على تفادي اللجوء إلى فرض الحظر ضمن إجراءات مكافحة الوباء. نتابع هذا الاستطلاع والتقييم الشعبي للوضع الوبائي في ظل تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة. الارتفاع هذا الأسباب أن التزام ما فيه، ولا المفروض أن المواطن يعني يلتزم، وتدري الكويت يعني نفس العائلة الوحدة، فنبي لهم السلامة أن يلتزمون ببيوتهم. الله يرحم والديكم يا أهل الكويت، التزموا ببيوتكم كلها لمصلحتكم ومصلحة ديرتكم. كفيروس ما حد يقدر يسيطر عليه، تقدر تسيطر عليه أنك أنت تحمي نفسك منه، أما هو كفيروس منتشر. بالنسبة لأخذ اللقاحات، اللقاحات هذا شيء ضروري، هذا ما في شك. يعني احنا كنا يوم صغار الحصبة والتيفوئيد وما اعرف ايش كلها، كلها كنا ناخذه وكنا تينا ترى نسخ الحرارة بس هذا ما ادري الناس ضخمت الموضوع عليه. هو ما في شك شيء جديد، لكن ما نقدر ننتظر، احنا والله ننتظر لما نصاب نقول والله يا ليت اخذناه. والله الاسباب اعتقد الناس ملت من الاشتراطات الصحية والضغط النفسي، صار لهم فترة طويلة، واحنا بعد بالكويت فترة طويلة كنا تحت الحظر، يعني ساعات الحظر كانت مستمرة لمدة شهور وشهور وشهور، عكس بعض الدول اللي فترات قصيرة لكن حظر كلي سيطروا على المرض. احنا عندنا بالعكس تقليل ساعات الحظر هي تخلي الناس في وقت واحد اكثر عدد ممكن، فهذا يسبب الانتشار، وهذا اللي حصل معانا الفترة الأخيرة. لما بدا الحظر زادت الارقام، ما قلت ابدا. فاعتقد اجراءاتنا تحتاج الى مراجعه. والله اليوم رحت المقبره شفت العدد كبير جدا، 6 وفيات في داخل الصاله، وفي ناس الكمام نازل عن النص، بس ما في سلام كان. والله في بعض الناس كانوا يسلمون، يعني سلام مصافحه فاشتراطات بدات تقل، في بعضهم ما غير ملتزم، في ناس غير ملتزمه. صحيح الاسباب وايد، واحده منهم سالفه الحظر وفتش حظر وفتش حظر وفتش، تكود الناس كلهم وتكدسهم كلهم ساعات معينه، يعني فتحت المجمعات وكل شيء الساعه 8 هذه اساسا فيها مشكله، تخلي كل الناس تروح قبل الساعه 8 وبعد عشان تخلص وبعد الثمان ماكو شيء، فتكدس الناس هذا يزيدها. هذه واحد. اثنين، في مشكله اصلا ما في توعيه حق اللي قاعدين يطعمون. يعني انا انصبت كورونا واللي اعطاني اياها واحد مطعم، وكان مو بس انا اشوف حتى حولي اللي مطعمين يقول انا مطعم ما يحوشني شيء، وتحوشه. يعني انت عندك مشكله ان على اساس انه مطعم يحسب نفسه ضد الصدمات ومو فارقه وياه وانا مطعم. عندك مشكله هني، اوكي انت مطعم لكنك تصاب وتنقل المرض، وممكن تعطيها شخص اكبر منك بالعمر وتضيعه. يعني عندنا انا واحد حاشني بالدوام، عندنا كبار بالعمر ضايعين الحين، يعني عناية مركزة 2 موجودة زحمة، بس الناس قامت تطلع مو بس للضرورة، قامت تطلع خلاص تعيش حياتها طبيعية، ردت حق حياتها الطبيعية، ملتزمة بالكمام، ملتزمة بالتباعد، بس مو ملتزمين منه ما أطلع إلا للضرورة، العالم قامت تطلع وبس خلاص. والله أنا اللي أشوفه بوجهة نظري إنه يعني أنت قاعد تحكر الناس ليش ساعة 8، فمعناته التجمع كله راح يكون ما قبل 8 اول ما تطيح الشمس، عندك 7 وكذي مثل ما تشوف زحمه يعني، وفي ناس مو قاعد يلتزمون والله بالكمامات، وفوق هذا يعني شيء مو منطقي. يعني قبل كورونا اول ما بدها تقصد ما كان في تطعيم، الحين زادوا الناس المطعمين وقاعد تزيد الحالات، هذا شيء مو منطقي. يعني الاسباب لانهم مجمعين عدد معين من الناس بحيث انه يطعمون باليوم الفلاني، لما تروح تشوف اللي قاعد يطعم بنفس اليوم وايد، ممكن يكونون 100 او 200 الى 1000 شخص قاعد يطعم بنفس الوقت، فيوم ياخذ التطعيم على باله ان اللقاح يكون فعال على طول، هو لازم تنتظر 14 يوم على ما قالوا انه 14 يوم، بحيث انه خلاص انت تكون عندك مناعه،
اول ما يطعم يخلص يطلع له بالبرنامج لون اخضر ولا برتقالي، يروح يخالط الناس ويطلع على باله شنو انه خلاص اول ما ياخذ الجرعه وياخذ اللقاح خلاص اي محصن، ما يعني ما عليه. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة إنها تقدر جميع الجهود الرسمية والتطوعية المساهمة في توعية المجتمع والحفاظ عليه والجهود المكرسة لحث الآخرين على تحقيق الوقاية والتعامل والتعايش مع هذا الوباء بأمان، لا سيما الجهود التي تحث على المبادرة لأخذ اللقاح كوفيد-19. وأضافت الوزارة إنها في الوقت نفسه تستنكر حملات التشويه التي تتعرض لها كوادرها الصحية جراء حثهم للآخرين على تلقي اللقاح، مشيرة إلى أن تلك الكوادر كرست جهودها لحماية المجتمع ووقاية وعلاجا، وأكدت على ضرورة تجاهل المعلومات غير المؤكدة وغير معلومة المصدر، منوهة إلى أهمية التعاون والوقوف كصف واحد لحماية المجتمع بكافة مكوناته. كذلك استنفرت الجمعية الطبية الكويتية ضد الهجوم على الأطباء من بعض مناهضي التضعيم في وسائل التواصل، متوعدة من يتعدى على الأطباء بالملاحقة القانونية والقضائية. في سياق متصل، أكدت شركتا فايزر وبيونتيك أن إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يوفر فعالية أكبر ضد السلالات المتحورة بما في ذلك دلتا. وذكرت الشركتان في بيان مشترك أن البيانات الأولية لدراسة عن الجرعات المعززة للقاح المضاد للفيروس أثبتت أن تلقي جرعة ثالثة من اللقاح بعد نحو 6 أشهر من الجرعتين الأوليتين توفر مستويات أعلى ب5 إلى 10 مرات من الأجسام المضادة للفيروس. وأضافتا: نتوقع نشر المزيد من البيانات المحددة قريبا، ونخطط لتقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والسلطات التنظيمية الأخرى في الأسابيع المقبلة. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعملان أيضا على تطوير نسخة محدثة من لقاحهما المضاد للفيروس تستخدم فيه تقنية جديدة ضد المتحور دلتا. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف طبيب الصحة الوقائية دكتور عبد الله بهبهاني. أهلا بك دكتور. يا هلا فيك، مساء الخير عليك وعلى زميلك وعلى جميع من يشاهد القناة. نعم دكتور، مساء الخير. يعني بداية، وفي ظل هذه الأرقام القياسية التي ظهرت أخيرا في البلاد، كيف تقيم الوضع الوبائي بشكل عام؟ نعم، طبعا الوضع الوبائي جدا مقلق وينذر بدخولنا المرحلة الحرجة، ويعني مرحلة قد لا تحمد عقباها إن لم يتم تدارك الأمر من قبل الجميع. الأعداد جدا عالية وهي مرشحة للارتفاع، ولنعتبر من الدول الأخرى اللي انهار فيها النظام الصحي وارتفعت حالات الوفاة فيها بشكل مخيف. نعم دكتور، طيب الزيادة وراء، يعني ما السبب وراء هذه الزيادة؟ هل تعتقد أن هناك تساهلا شعبيا في الالتزام بالاشتراطات؟ كيف تفسر اليوم هذه الزيادة في الأعداد؟ نعم طبعا لا أحب إلقاء اللوم فقط على يعني الشعب أو على المواطنين والجماهير، هناك تقصير حكومي ولا شك برغم كل الجهود المبذولة، تساهل في تطبيق القانون، التساهل في عدم الالتزام والتراخي ليس فقط من قبل الناس، ولكن ألاحظ أن هناك تساهل حكومي في تطبيق القوانين اللي لو طبقت الحقيقة، وهي من أفضل القوانين التي شرعت في العالم، لو طبقت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. في مقار العمل هنا نلاحظ عدم التزام في يعني كثير من الفعاليات في مراكز التسوق، حتى القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء نلاحظ أن حتى في صالونات الحلاقة وبعض المولات وبعض الأماكن لا يتم التدقيق ولا حتى سؤالك. أنا شخصيا ذهبت إلى أحد الأماكن لم يتم سؤالي عن يعني حملي لشهادة مناعة أو أخذ التطعيم من عدمه، وهذا الأمر أعتقد أنه يجب أن يكون هناك وقفة جادة وحازمة. طب برأيك دكتور طبيا، ما هي يعني أنجح السبل لمحاربة الفيروس؟ نعم طبعا باختصار، أولا يجب تسريع وتيرة التطعيم بالإمكانات المتاحة، نعلم هناك نقص، إذا كان هناك شح
وكميات لا تكفي للجميع، يجب التركيز على الشرائح ذات أولا الأعمار العالية، الأمراض المزمنة بغض النظر عن الجنسية، وحط ثلاث خطوط يجب أن نساوي بين الجنسيات في هذا الأمر، بل يجب التركيز على الوظائف أيضا، وأيضا على المناطق الموبوءة. إذا كان هناك مناطق فيها حالات أكثر من غيرها، وإحنا نلاحظ هالشيء من خلال توزيع الحالات بين المحافظات، أعتقد نركز عليها. طبعا والأخير تطبيق القانون اللي أنا ذكرته بالالتزام بلبس الكمام، حتى من تلقى التطعيم يجب أن يحرص ويلبس الكمام ويحرص على التباعد. يعني وأخيرا وليس آخرا، التقصي الوبائي، نشط بعض المخالطين، وأنا عايشته من خلال عملي بالصحة الوقائية، بعض الحالات يعني لا يعطون، الكثير منهم لا يعطينا أسماء المخالطين ولا يلتزم بالحجر المنزلي المفروء الذي يجب أن يفرض على المخالطين يعني اللصيقين، نعم، وبالتالي يؤدي إلى نشر هؤلاء إلى الوباء في الخارج. طيب بالنسبة للحديث عن الجرعة الثالثة اليوم من قبل شركتا فايزر وبيونتك، يعني يؤكدان بأن الجرعة الثالثة ربما توفر فعالية أكبر ضد السلالات المتحورة بما فيها دلتا، كيف يمكن اليوم قراءة ذلك سيما وأن معدلات التطعيم أصلا لا تزال في البلاد عند مستويات متدنية؟ أعتقد هم يتحدثون عن دول معينة مثل بريطانيا وبعض الدول الغربية، الولايات المتحدة وصلت مستوى التطعيم إلى الاقتراب الكبير من المناعة المجتمعية، بالتالي قاعد يفكرون بالجرعة الثالثة، وهذا من حقهم، وأعتقد خصوصا أن تكون أيضا مصممة خصيصا للفعالية أكبر تجاه المتحورات مثل بيتا ودلتا. لكن أعتقد إحنا في دولنا أعتقد إحنا بعيدين عن هذا الأمر. يعني بريطانيا ربما تم توصية من اللجنة الوطنية، اللجنة المشتركة للتمنيع، لكن أعتقد في بلادنا أعتقد إحنا بعيدين. يجب أن نركز على من تلقى، على إعطاء الجرعتين الأساسيتين والاقتراب من المناعة المجتمعية، لربما يتم أخذ بالحسبان إعطاء جرعة ثالثة لمن لديهم مناعة منقوصة أو يأخذون أدوية مثبطة للمناعة، أعتقد مثل مرضى زراعة الأعضاء وما إلى ذلك، ممكن هؤلاء نستثنيهم من إعطاء الجرعة الثالثة فيما لو بينت الدراسات فعاليتها. لكن أعتقد إحنا في دولنا، وخلنا نتكلم عن الكويت الآن، أعتقد إحنا يجب أن نركز على إعطاء الجرعتين الأساسيتين لأكبر شريحة ممكنة من السكان. نعم، طبيب الصحة الوقائية دكتور عبد الله بهبهاني، شكرا جزيلا لك. قطاع صيانة الطرق في وزارة الأشغال انتهى من أعمال فرش وصيانة طريق المطار. نعم، واستغرق العمل في طريق المطار رقم 55 نحو شهرين، تم خلالها فرش 100,000 متر مسطح من الأسفلت، فيما تواصل قطاعات الوزارة أعمالها في العديد من طرق البلاد وفق جدول زمني محدد. هذا الطريق يمتد طبعا من مدينة الكويت تقريبا إلى المطار، إلى مطار الكويت الدولي. الجزء اللي احنا قمنا في صيانته عبارة عن تقريبا 7 كيلومتر بمساحة تقريبا 100,000 متر مسطح وبحدود تقريبا 600 سيارة أسفلت. طبعا قعدنا تقريبا فترة تقريبا شهرين بإنجاز هذا الطريق الحيوي. نحن نقوم الآن بأعمال طريق المطار 55، سوف نقوم بفرش طبقة أسفلت تايب 3 بسماكة 5 سنتيمتر بمعدات حديثة حسب المواصفات الهندسية. تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أشاد خلاله الوزير بلينكن بدور الكويت المحوري والهام إقليميا ودوليا في حفظ واستباب ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استذكر الوزيران ببالغ التقدير ذكرى 60 لمسيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والذكرى 30 لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، والتأكيد على استراتيجية هذه العلاقات الوطيدة والعزم المشترك على تعزيزها في كافة مجالات التعاون الحيوية من خلال برامج عمل وخطط مدروسة للخمس سنوات القادمة تشمل مختلف القطاعات بما يحقق التطلعات المنشودة.
دائما ما يتردد على مسامعنا في الديوانيات أو المقاهي مصطلح البيالة أو استكانة، وهو قدح زجاجي صغير لشرب الشاي. ولأن التساؤلات كثيرة حول أصل التسمية وكيف وصلت إلى الكويت، فقد قصد الزميل خالد الفارس إحدى المقاهي القديمة في منطقة المباركية، حيث استطلع آراء كبار السن هناك وأعد التقرير التالي، نتابع. عند ذهابك إلى المقاهي أو الديوانيات غالبا ما يقدم لك الشاي بإناء زجاجي يقال له باللهجة الكويتية استكانة وأحيانا بيالة. الاستكانة اسم عامي متداول عند الكثير، نسمعه في المقاهي والدواوين بالذات عند اللي يحبون شرب الشاي. اليوم زرنا مقهى الدلالوة وسألنا رواد المقهى من الرعيل الأول عن أصل تسمية استكانة وشلون وصل للكويت. استكانة أو بيالة، أصل الاسم هذا من وين جاء؟ كلمة استكانة هي تركية فارسية، ولكن في أحيانا يعني بعض الناس قالوا عن استكانة هي مشتقة من ثلاث كلمات إنجليزية اللي هي استيكان، ولكن هذه المعلومة ماني متأكد منها وما أفتكر يعني أنها صحيحة، ولكن إنها موجودة هذه الكلمة في تركيا وفي إيران يعني كاللغة الفارسية والتركية. زين بيالة؟ بيالة والله ما عندي أي معلومة يعني عنها، يعني البيالة شوف يمكن كلمة هندية أفتكر. هي الاستكانة والبيالة من دولة واحدة، عرفت شلون؟ هي من الهند، عرفت شلون؟ الهند والبريطانيين وصلوا للعراق ها وخلوا البيالة زين اسمها الهندي، والاستكانة هي مثل ما تقول الشيء الصغير. ما توارثوها ممكن من الهند أو من أي الدول اللي كان الهند استعمار في المنطقة، هذا ممكن أن استوارثوه حسب اعتقادي أنا. يعني استكانة احنا بالكويتيين يسمونها استكانة، هذه يسمونها بنقطة، بس جاية من وين؟ أتوقع كنا من تركيا. تركيا يعني احنا بس استكانة عندنا استكانة يسمونها بنقطة، هذه هاي النقطة هذه يسمونها بالكويت يسمونها استكانة صغيرة، هاي بنقطة غير اللي بعروة، اكو بعد بعروة لا، استكانة الأصلية يعني تستانس منها تشرب منها، هذا الشاي يسمونها الاستكانة بنقطة. طبعا بيالة هي كلمة بالأصل فارسية تمام، ومشتركة مع كلمة تركية. كلمة استكانة هي الأصل إيستيكان، أيضا تركية أو فارسية، واعتقد هذه يعني كانت بالسابق اللي هي استكانة ونقطة، هذه هي اللي أطلق عليه هذا الاسم لمن جابوها حق الكويت من 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 من, من إيران، من الدول اللي هاجرت للكويت هني، يعني بعضهم يوم من العراق، بعضهم من الهند، بعضهم من وبعضهم من السعودية، يعني وتكونوا الناس هذه. وتجد أن لشرب الشاي بهذا القدح الصغير لذة خاصة عند الكثيرين، ولأن البحث عن المعلومة الصحيحة يبدأ دائما عند كبار السن، كانوا بالفعل هم أول من سئل عن أصل التسمية. يذكر أن البيالة هي فنجان زجاجي لشرب الشاي، وأصل الكلمة من اللغة الفارسية، وهي مأخوذة بالأصل من اليونانية. وفي معلومة أخرى يقال بأن الهنود جاءوا بها عند قدومهم مع البريطانيين إلى الدول العربية، وأن البريطانيين أسموها استيكان بمعنى قدح الشاي الشرقي. ويقال أيضا بأن استيكان من اللغة الروسية وجاءت إلى العراق عن طريق تركيا. لقناة ATV العدالة، خالد الفارس. النشرة متواصلة وفيها بعد قليل. أسعار الخام تفقد بريقها في يوم. من جديد أهلا بكم. انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين و69 سنتا ليبلغ
71 دولارا و90 سنتا في تداولات يوم أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت على العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا لتبلغ عند التسوية 74 دولارا و12 سنتا للبرميل، في حين ارتفعت على العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا لتبلغ عند التسوية 72 دولارا و94 سنتا. سجلت منظمة الأغذية والزراعة فاو أول انخفاض شهري في مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية منذ 12 شهرا من الزيادة المطردة في أسعار معظم السلع الرئيسية. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن مؤشر فاو لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في شهر يونيو الماضي انخفض إلى نحو 124 نقطة، أي أقل بمقدار نقطتين ونصف عن مستواه في شهر مايو السابق، ليبقى أعلى بنحو 34 نقطة عن مستواه في يونيو من العام الماضي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. منتخب الكويت الأولمبية ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا. كما من جديد، وقع المنتخب الكويت الأولمبي في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم إلى جانب السعودية وبنغلاديش وأوزباكستان. وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما في أوزباكستان في 2022 على أن تتنافس الفرق في التصفيات خلال أكتوبر المقبل من أجل الحصول على 15 مقعدا في النهائيات للانضمام إلى أوزباكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة. ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من الكويت والبحرين والأردن وقطر وطاجكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من تايوان وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الأحدى عشرة. قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن بلاده ستفوز على الأرجنتين بخمسة أهداف نظيفة في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم. ومعلوم أن المنتخبين يلتقيان في النهائي المقرر فجر الأحد المقبل في البرازيل التي انتقل إليها حق التنظيم بعدما كانت الأرجنتين ستستضيف الحدث بالمشاركة مع كولومبيا بيد أن جائحة كورونا أفضت إلى نقل الحدث إلى الأولى. يذكر أن البرازيل تملك 9 ألقاب في البطولة مقابل 14 للأرجنتين و15 للأورغواي، ولم تفز الأرجنتين بأي لقب على الإطلاق في كأس العالم أو كوبا أمريكا منذ العام 93. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم علي، أيضا يمكنهم مشاركتنا بآرائهم وقضاياهم ومناشداتهم عبر مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب ضمن فقرة تفاعلات. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.